مقارنة مع 2015، وكنا تنتبناو انخفاض ب 25% السنة الماضية باش نوصلوا النقص ديال 50% في 27. ولكن كاين واحد التباين في الأرقام، ف 30% ديال العدد ديال الوفيات نقصناها فيما يخص مستعملي السيارات، ولكن فيما يخص مستعملي الدراجات النارية تزاد ب 40% هذا الرقم هذا. فاحنا اليوم قررنا نقوموا واحد المخطط الاستعجالي تيخص الدراجات النارية، فيها ثلاثة ديال المحاور: تحسيس على استعمال الخودة، وعلى بالطبع السرعة، واحترام أضعف يعني الإيمان ديال قانون السير من ضوء حمار سونس انتيردي إلى آخره، المراقبة على البائعين ديال الدراجات النارية لأنه تبين بأنه تيبيعوا دراجات غير يعني ملائمة ولا غير تحترم المعايير المعمول بها، تيبيعوا 50 سنتيمتر مكعب وهي فيها 90 إلى 120، فبالطبع هذاك الشخص ولو أنه ما يعني غير مؤهل باش يسوق هذه الدراجة. وأيضا تشديد المراقبة على مستوى استراتيجية، تنقوم حاليا بدراسة باش نوقفوا على الإنجازات وعلى الإخفاقات ديال هاد الخمس سنوات الأولى، باش نديروا برنامج جديد خمس سنوي باش نشوفوا كيفاش يمكننا نقلصوا ونخليوا هذا الهدف ديال 50%، ولكن غادي نأجلوه ل 2030 باش نوضعوه في نفس الظرف الزمني مع المنظمة الدولية للصحة. وهذه المناسبة بغيت نذكر أن بلادنا إن شاء الله في شهر فبراير المقبل غادي تحتضن أهم مناظرة دولية للسلامة الطرقية، وهي مناظرة الأخيرة كانت في ستوكهولم، جمعت 140 دولة وجمعت أكثر من 70 ديال الوزراء ديال النقل أو ديال الداخلية أو ديال الصحة اللي تهتموا بهذا المشكل هذا، وغادي تكون في مراكش إن شاء الله نهار 18 و19 فبراير المقبل باش نسلطوا الضوء على هذه الجائحة العالمية، وخاصة على هذه الجائحة في البلدان النامية. شكراً.